أعزائي المشاهدين، وصلنا وياكم إلى فقرة حوارنا الصباحي، واليوم راح يكون عن الفن التشكيلي بين الحداثة والأصالة. ألقت الحياة السومرية والبابلية والآشورية بظلالها على عموم بدايات الفن التشكيلي، وانتشر صعودا في الزمن لتصبح اتجاها مر به كبار الفنانين من رواد وأجيال جديدة. وبالتأكيد ضيف اليوم قدر يتجاوز المألوف في ابتكار الأشكال والتركيب ومزاوجة المواد والخامات. رحبوا معي بضيف حوارنا لهذا اليوم الفنان التشكيلي حسن الأمير. صباحك الله بالخير وتحياتنا إليك، ونورت استوديو يوم جديد. صباحكم الله بالخير وأهلا وسهلا بكم. تحياتنا إليك أستاذ حسن. بداية، أنت خريج معهد الفنون الجميلة وأيضا خريج كلية الفنون الجميلة. أنا ذاك كانت أكاديمية الفنون الجميلة، أما اليوم هي كلية الفنون الجميلة. طيب، كيف دخلت عالم التشكيل قبل دخولك إلى الجامعة والمعهد؟ طبعا بالفترة يعني أنا رسام وأخط، يعني تعجبني جماليات الخط وأيضا جماليات الرسم. هذا كان قبل دخول قبل دخولي المعهد. وكنت أجرب تجارب فنية وبالفترة يعني بسيطة جدا، بس معلميني ومدرسيني كانوا يشوفوها فشي يعني حلو. بالفترة يعني تقصد أيضا ماكو أحد من أقاربك، الوالد، أحد من أخوانك، الأقارب، ممكن الأصدقاء القريبين إليك هم فنانين تشكيليين مثلا؟ لو خلص أنت بالفترة الوحيد من عائلة ليست فنية أنت أصبحت فنية. طبعا العائلة ليست فنية، بس أنا كنت أشاهد بعض أصدقائي الفنانين وشاهد أعمالهم وتأثر بها، فكنت أسوي تجارب بسيطة، والتجارب البسيطة كانت عبارة عن أشياء نحتيها، سيارات أو فد أشياء بسيطة للأطفال. وأيضا كنت يعني تعجبني الخطوط العربية جماليتها بأنواعها، يعني قبل أقلد يعني. تعجبك لو كان خطك متميز؟ أنا يعني خطي كان لا بأس به، المراحل الابتدائية مثلا كان خطي لا بأس به يعني زين، بس توجهي كان تشكيلي أكثر شيء، يعني أرسم وأخط وأيضا أشتغل بعمليات النحت البسيطة يعني باللا وعي أو باللا شعور. نعم. طيب أستاذ حسن، يوم أردنا نعرف شنو أهمية الدراسة الأكاديمية بالنسبة للفنان حسن الأمير الفنان التشكيلي، وأيضا نريد نعرف من عندك من هم أصحاب الفضل وأيضا يساندوك خلال مسيرتك، إحنا نقول في الفن التشكيلي، من الأساتذة اللي طبعا الأساتذة اللي تعرفت عليهم من خلال المعهد والكلية. طبعا الدراسة الأكاديمية تسبق الموهبة الفنية. نعم. وتعد الفنان إعداد أكاديمي مضبوط، لأنه يعني هو دا يشتغل بالفطرة. نعم. وأحيانا يجمع أشياء أو اتجاهات فنية، يعني دراسة فنية. نعم. فيكون شغله ما مهذب. الدراسة الأكاديمية تهذب العمل الفني. نعم. وتهذبه وتعلم الاتجاه والمدرسة وشوف موقع وين، يعني هو أي اتجاه فني بأي مدرسة فنية. الدراسة الأكاديمية جدا مهمة، لكن دائما تسقل المواهب. طبعا. لكن بنفس الوقت أنت اليوم يعني خطاط ومزغرف وبنفس الوقت رسام يعني. طيب كيف تدرجت هذه الأشكال؟ يعني نقدر نقول ليش ما جربت النحت مثلا يعني في الآونة الأخيرة؟ يعني جربت نحت، بس أحيانا يعني ما لحق مثلا عرضه ينباع ونحس نحس هو الأقرب إلى إلى ما ذكرنا يعني. نعم. من مسميات، فأشتغل ريليف اللي هو قريب من المعدن يعني ما بكل الاتجاهات. فأحيانا ما ألحق مثلا يأخذوا أصدقاء معجبين بي أو ينباع. فسألتوني بالنسبة للأساتذة، عدي بالمحد احنا درسونا خط وزخرفة وأساتذة مهمين ومعروفين، منهم الله يذكره بالخير دكتور صادق، العفو الأستاذ دكتور روضان بأكاديمية الفنون، بعدين عندنا أستاذ صباح ده اللي درسنا بالزخرفة بالمعهد، وأيضا صادق الدوري درسنا بالمعهد خاط، والمرحوم الله يرحمه محمد ماقلي أيضا درسنا. أما بأكاديمية الفنون فأساتذة كبار ومعروفين، من ضمنهم أستاذ الدكتور سعد الطائي وسعد البصري وأساتذة كبار يعني لا يحضرني أسمائهم، يعني أشرفوا على دراستنا ودرسنا والحمد لله تأثرنا
باتجاهاتهم الفنية بشغلهم. يمكن ايضا كان الدكتور طارق المرحوم طارق بدري فريد حسون يمكن ايضا الى ايضا يمكن بصمه في كل الاقسام بكل الفنون الجميله ايضا. طيب اللي نعرف اليوم شنو سر ولع الفنان التشكيلي حسن الامير، دائما نشوف في اغلب اعماله يخلي شنو نقول رمز الحضاره التاريخيه القديمه مثل حضارتنا حضاره وادي الرافدين والحضاره الاسلاميه. طبعا احنا حضارتنا امتدادها 7000 سنه قبل الميلاد واحنا يعني بالجينات. نعم. فبينا هذا يعني شغل النحت وشغل الرسم. ولازم تستلهم حضارتك وتخليها باعمالك الفنيه. كل اعمالك ايضا موجوده كمان نشاهدها الان هي على الشاشه. نعم. ايضا فلازم الانسان العراقي او الفنان العراقي يخلي يعني يبرز حضارته. تأكيد. وتراثه من خلال الخط، من خلال الرسم، من خلال المنحوتات الآشورية والبابلية والسومرية. طبعا صح نشوفها بالصور مالتك، انت تجمع من اعمالك بين الخط والزغرفة والرسم. نعم. شنو الهدف من هاي انت قاعد تجمع بيناتهم ثلاثتهم؟ والله هي نتيجة انه هذا الكم الهائل من المعلومات الفنية. نعم. والتجارب الفنية لازم الانسان يعني يظهر هويته العراقية. نعم. فأنا أجمع بين الخط وبين الرسم لأنه درست هندني اثنين هندني. نعم درستهم كلهم. يمكن أيضا حضرتك من الفنانين اللي يجمعون من النحت على الخشب، الحفر على الخشب وأيضا أطرق على النحاس. في أعمالك يمكن دا أشوفها في بعض الصور اللي شاهدناها. يمكن لماذا اخترت هذه التقنيات يعني دا أشوف يعني الحفر على الخشب اللي هي أيضا تميل إلى النجارة وأيضا الطرق على النحاس بأعمال أعمالك الفنية؟ والله أنا كنت دائما أجرب المواد حتى أطلع بتقنية يعني جيدة ومقبولة ويتقبلها الإنسان البسيط وأيضا تعجب الفنان الواعي. فالتجريب مهم جدا أنه أنت تجرب خامات ما حد يعرفها ما حد مشتغل بها سابقا، فكنت دائما أجرب على المعدن، أجرب تبحث عن الامتراض بأعمالك، أجرب على الحفر على الخشب، احيانا حتى استخدم مواد هي تستخدم بالبناء يعني يعني امزجها مع مواد مثل اخرى يعني مثلا الجوص مثلا. أها. مع الرمل مع الغراء وابدي احفر العمل الفني اللي يعني يعجبني والونه بالزيت. نعم. هاي تجارب يعني وتقنيات يعني نحاول نبحث عن الجديد عن الحداثه بالعمل. ربنا عم فصل لك انت كل لوحه خطيه ايش قد تستغرق من عندك وقت؟ والله حسب الحجم يعني يعني اكو لوحه من اللوحات تقريبا يعني 6 اشهر اشتغلت فيها. هاي تكون عندك هاي اصعب لوحات يعني مو صعبه من تاخذ بها ناخذ وقت وايضا هي متعه لحجمها يعني لو شنو؟ الحجم كل ما يكون الحجم شنو كان مضمونها هاي اللوحه اللي استغرقت 6 اشهر؟ والله هذه جمعت بين الزخرفه. نعم. الإسلامية الهندسية والزخرفة النباتية وأيضا الخط. نعم. دخلنا ودخلنا جزء بسيط من الرسم اللي هو الهندسية والنباتية والخط. أي جزء بسيط من القباب يعني حتى يصير فد فالدمج بين الرسم وبين الخط. طيب شنو الخامة اللي تستخدمتها بهاي اللوحة؟ استخدمت ألوان أكريليك وألوان بوستر وأيضا أدوات إحنا متعودين عليها مثلا بالخط العربي اللي هو قلم الروترينج حتى تجسم العمل يطلع فد شيء حلو. خلينا نشوف يمكن اكو اعمال اخرى اذا ممكن الزميل نشوفها. طيب ما الذي يحتاجه الفنان التشكيلي اليوم عندما اذا بدنا نحكي عن الفنان التشكيلي العراقي لكي يستمر في طريق الابداع ونقدر نقول يصل الى العالميه؟ والله هو لازم على طول يتواصل يشوف معارض يشتغل ويجرب اعمال ويتاثر مثلا بحضارته ايضا يعرف العالم بها والمشاركات دائما مهمه والمعارض ايضا مهمه حتى يطلع على تجارب الاخرين اللي يظهر عند كل فنان شيء جديد. نعم. استاذ عندك انت مقوله دائما تقولها ان الطرق على النحاس ينقل حضارتنا من اجيال الاجيال القادمه اقول العفو. اي خامة النحاس هي خامة كلش قوية يعني. نعم. ف يعني تبقى فترة طويلة، فالمعدن كل ما تشتغل عليه حتى إذا يتعقش أو
يتأثر بالأجواء، بس هو يعني تبقى يبقى عمره طويل مثلا في 200 سنة في 150 سنة، فهذا احنا بعد كذا زمن ما نعرف شو دي يصير بالزمن يعني بالعالم، فهذه الخامة هاي الخامة توصلنا توصل حضارتنا الأجيال القادمة، واحتمال يعني تيجي في التقنيات كل جديدة ويتعجبون عليها، مثل ما احنا كنا نتعجب على حضاراتنا القديمة السومرية والبابلية مثلا، شلون يتقبون الخرزة يعني ما كانت عندهم أدوات يعني لحد الآن الناس ما تعرف يعني شلون اكو مثلا كانت آلة شلون ثقبوها يعني مع قساوة الخامة يعني. يعني ما شاء الله أعمالك أنا أشوفها أعمال أقدر أسميها أعمال حارة، أعمال تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى جبروت الفنان نفسه، خصوصا لما تنجم الطرق على النحاس والحفر على الخشب ونظرنا الرسم والزهرفة. لكن اليوم أنا أشوف قدامي شخصية هادئة جدا يعني مختلفة عن الأعمال اللي شفناها. طيب إذا أريد تحدثنا عن المعارض اللي قمت بها أنت، المعارض الشخصية. نعم ممكن. والله يعني سويت حوالي 5 معارض يعني بال 93 قاعة الرواق كانت قريبة على أكاديمية الفنون الجميلة، ومعرض سويته بال 89 بأكاديمية الفنون عندما كنت طالب في معهد الفنون، ومعرض آخر عملناه بعد السقوط بال 2004 فكان يعني بغداد فترة يعني، وبعدين نقلنا إلى السليمانية، ومعرض آخر كنت في عمان عملت في بنك الإسكان. أي ومشاركاتي لي جدا كثيرة يعني يعني من 90 لحد الآن أنا أشارك مشاركات. آخر معرض يا معرض كان آخر معرض آخر معرض كان مشاركة لا مشاركة كان في معرض جمعية الخطاطين العراقيين في مركز بغداد للفنون. نعم أستاذ، طبعا مثلا اليوم لو أنت صممت لوحة مثلا من لوحة من الخشب أو النحاس وصار بها غلط، تقدر تصلح هذا الغلط؟ إذا النحاس كل الناس يشوفه صعب، بس هو بسيط جدا، ممكن واحد يعمل التصميم على النحاس مثلا بأقلام الجاف أو يطبعه بالكربون، وأي خطأ بسيط مثلا يقدر يمسحه ويتلافه. نعم زين، أو مثلا يصمم العمل على ورقة عندما يكمل التصميم يجي يحدد قياسات حتى ما يصير بها خطأ قبل أن يشتغل، ويلصق العمل وبعدين يبدي مع عملية التحديد. نعم التحديد تعتبر مثل التخطيط يعني. نعم وبعدين يبدأ عمليات الطرق على المعدن. نعم بس اليوم كنا شفنا يعني بتحكي عن الطرق على المعدن خصوصا انه به صعوبة اكثر من يمكن النحت على الخشب. اليوم اغلب يعني اللي موجودين بالساحة العراقية الفنية نادرا ما نشوف فنانين هم يحفرون على الخشب او ممكن يمارسون عملية الزغرفة على الخشب، يعني اصبحت شبه محصوره وشبه منقرضه نقدر نقول، يعني ممكن تنعد بالاصابع الفنانين الموجودين اليوم اللي يشتغلون على الخشب. شنو الاسباب برايك؟ الاسباب اكو فنانين حرفيين، فهذا الحرفي احيانا يعني ما يخلي الناس تشوف تجربته، لانه احتمال يقول لك تنسرق واني اظل عاطل عن العمل، فيعتم عليها يعلم الآخرين وما يخليها. هي بسبب الأرباح بسبب هذا سبب هذا سبب من الأسباب. السبب الآخر أنه هذه المادة صعبة العمل عليها، أصعب يعني أي المواد اللي موجودة بيها. أي نعم أي خطأ بسيط أحيانا يتشوه الخشبة وتروح قيمتها يعني الفنية، فلازم أدواته حادة، لازم تصميمه مضبوط، وقلت لك إن هم يحاولون يحصروها بأصدقائهم بأقربائهم أو ضمن العائلة حتى من ما تنتشر ويستفاد منها ماديا. نعم استاذ، طبعا نريد اليوم نريد نشوف انت مع الفنان اللي ينتقل من مرحله الى مرحله بفكر او مضمون جديد، يعني انت من يعني وين التجديد والابتكار دائما؟ اي طبعا تجديد جميل حتى تحس بالمتعه، تحس انه العمل فد عمل يختلف عن أعمالك السابقة حتى ما يكون العمل متكرر.
متكرر، فلازم انه دائما الانسان يبحث عن الجديد، والجديد بمتعة للفنان نفسه وحتى للمشاهد. اليوم انت وين تشوف نفسك؟ ويا الخطوه والزغرفه او الرسم، وين راح تشوف نفسك؟ والله انا يعني بالنسبه لي اشوف نفسي بهن ذني كلهن، يعني اشتغل بالخط، اشتغل بالرسم، اشتغل بالمعادن. زين. طيب خلينا نقول تشكيليا بماذا انت مشغول الان، وما هي مشاريعك خلينا نقول المستقبليه؟ والله اني هل هنالك مخطط في ذهنك على مستوى الشخصي؟ والله انا يعني لحد البارحه يعني عندي عمل اشتغل فيه لحد الاربعة الصبح. نها. فدائما مشغول. والله عندنا فضول نعرف هذا العمل اللي يخليك تشتغل الى هذه الساعات المتاخره من الليل. يعني للاربعة الفجر، يعني انت تفضل هذا الوقت يعني يكون مساء. زين، يعني اليوم كان عندك لقاء اليوم مع قناه رشيد فضائيه وتحديدا في برنامج يوم جديد. بقيت للاربعة الفجر تشتغل؟ والله انا لو متعود على هذا المسار انا احب هذه الاجواء. يعني ابدي مثلا بالعشرة بالليل فاشتغل، يعني ابدي اصمم، ابدي احضر الواني وابدي اشتغل، وتحس انه وقت الليل كل السريع انه يمضي، ما تلحق حتى يعني تخلي لمساحتك الاخيره. يعني بسبب الهدوء لو هو طبعا هو يكون الجو هادئ وتسمع موسيقى وتشتغل على راحتك، تحضر الوانك، عندك لوحة موسيقى حاضرة ويا الله. إيه دائما أخلي موسيقى وأحيانا خصص لك مكان. أكيد طبعا أنا مستقلة، خصص لك مكان للعمل يعني داخل بيت لو عندك ورشة لو شنو؟ والله عندي ورشة. نعم. والحمد لله مرتبها يعني، ومخلي إنارها مرتبة. نعم. فتفي بالغرض. نعم. بالتأكيد اليوم إحنا سعيدين بوجودك ويانا، ونتمنى لك المزيد من الإبداع والتألق في عملك وفي مجال الفن العراقي التشكيلي. الفنان التشكيلي حسن الأمير نور استوديو برنامج يوم جديد، وشكرا جزيلا لك. شكرا لك، اتمنى لك نهار سعيد. اشكرك.